هل يا ترى في علاقة ما بين تصريحات رانيا يوسف عن المؤخرات والأمن القومي والسياسي للدولة المصرية؟ هي مؤخرتي أنا بس، مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا. مليون أنت يعني مليون من الفنانات. مؤخرتي مميزة يمكن عشان كده. أيوة أنا عارف إن السؤال ده ممكن يكون مضحك وكوميدي جدا بالنسبة ليكم، بس أنا هثبت لكم إنه في علاقة، وعلاقة كمان كبيرة قوي، وهنعرفها بس بعد شوية. عزيزي المشاهد اسمح لي أقول لك من بداية الفيديو حاجة مهمة جدا، وهي إنك إذا كنت مؤمن بمبدأ إن الظروف الاستثنائية بتحتاج إجراءات استثنائية كده، اقدر اقول لك انك ممكن تشرفني بمتابعه الفيديو ده للاخر، لان اللي هتسمعه ان شاء الله هيفتح عينيك على حاجه مهمه جدا ويحط ايدك على الجرح. واذا كنت مش مؤمن بالمبدا ده اتمنى انك برضه تتابع الفيديو للاخر. معلش يا سيدي، وبعصر على نفسك ليمونه واستحملني. السلام عليكم. قبل الكلام عن تصريح المؤخرات للفنانة القديرة رانيا يوسف وعلاقتها بالحالة المصرية، تعالوا نسمع القصة دي اللي حصلت مع فنان قدير بس فنان حقيقي. يقال انه اثناء زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمملكة المغرب، واثناء احتفاء الجماهير به، مواطن مغربي طلب بإلحاح السلام على عبد الناصر. فلما سلم عليه طلب المواطن المغربي من عبد الناصر انه يبلغ تحياته لإسماعيل ياسين. تخيلوا، مواطن بيسلم على زعيم صاحب كاريزما زي عبد الناصر، بيطلب منه ينقل سلامه لمشخصاتي ما بين قوسين، مع العلم انه في الوقت ده كلمة مشخصاتي كانت هي الكلمة الدارجة واللي بتطلق على الممثلين. ولما ادرك عبد الناصر اهمية القوة الناعمة اللي بتمتلكها مصر ومدى تأثر وحب الشعب العربي للفنانين المصريين واعمالهم الفنية، ويقال ان عبد الناصر وقتها طلب كمان من اسماعيل ياسين انه يجسد شخصية الجندي المصري في الجيش في افلامه، علشان يرتبط المواطن العربي بالجيش المصري من خلال الكوميديا البريئة اللي كان بيقدمها اسماعيل ياسين، فانتجت افلام زي اسماعيل ياسين في الجيش وفي البوليس الحربي وفي الأسطول وفي الطيران، أفلام ما زالت تشاهد حتى الآن. وحواديت تأثير مصر في محيطها العربي من خلال قواها الناعمة المتمثلة بأهل الفن تكاد لا تحصى، واستمر التأثير ده من خلال السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، وكانت الدراما التلفزيونية خير سفير لقوة مصر الناعمة، لدرجة إن اللهجة المصرية أصبحت هي اللهجة الدارجة المفهومة لكل العرب. فكانت مسلسلات زي ليالي الحلمية ورأفة الهجان والمال والبنون والشهد والدموع وأرابيسك ولن أعيش في جلباب أبي والراية البيضاء والبخيل أنا وصابر يا عم صابر وذئاب الجبل وضمير أبلة حكمة ومسلسل أم كلثوم ورحلة أبو العلا البشري ودموع في عيون وقحة وهند والدكتور نعمان والأيام وبوابة الحلواني وأحلام الفتى الطاير. وإذا اتكلمنا عن الدراما التاريخية والدينية زي مسلسل محمد رسول الله ولا إله إلا الله وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والقضاء في الإسلام والوعد الحق وغيره وغيره وغيره، يا جدعان هنقول إيه ولا إيه؟ ده غير البرامج الفنية وبرامج المسابقات. الأعمال دي كانت، أيوة كانت، رفع رأس مصر ما بين إخواتها العرب، ومثلت مصر خير تمثيل لأنها أعمال راعت القيم الدينية والثقافية والبيئة المصرية والعربية المحافظة. هي دي كانت القوة الناعمة المصرية اللي خلت إخواتنا العرب يحبونا ويحترمونا، هي دي القوة اللي خلت مصر فاعلة في السياسة العربية. وبعد سنة 2000 بدأ يهل علينا موجة غريبة من الأعمال الفنية ومن الفنانين، موجة عنوانها الرئيسي ابتعاد العمل الفني عن الثوابت والقيم الأخلاقية، باختصار هبوط وانحطاط فني. فشفنا العمل الفني اللي بيمجد الحرامي والبلطجي وكمان بنات الليل، شفنا بداية التعري الأخلاقي والتعري البدني والمصطلحات الهابطة، الشتايم البذيئة، شفنا كل ده في الأعمال الفنية. شفنا أعمال بتصور الشعب المصري على إنه إما بلطجي أو حشاش أو نصاب أو أي حاجة سلبية، وشفنا أعمال درامية بتصور الست المصرية على إنها يا إما منكسرة أو مقهورة أو لا مؤاخذة منحلة أو متخلفة أو شهوانية أو مفترية وخطفت رجالة. وبلغت ذروة الهبوط الفني ده بعد سنة 2011 بحجة حرية الرأي والتعبير والانفلات الإعلامي اللي حصل بعد الربيع الأمريكي وما زال حاصل للأسف، ورانيا يوسف هي النموذج. وهنا نرجع لموضوع رانيا يوسف وتصريحاتها المستفزة، وحنضطر ان احنا نعمل مقارنة ما بين سلوك الفنانين زمان وسلوكهم دلوقتي. انا ما بقولش ان فنانين زمان كانوا ملايكة، ولكن ما اعتقدش انهم كانوا بيتباهوا بالفساتين الخليعة اللي بيحضروا بيها اي مناسبة، او بيتباهوا بآراء عوجاء خارجة عن سياق الدين والأعراف المجتمعية، بل وخارجة كمان عن سياق الأدب. ولكن في زمن رانيا يوسف اختلف الوضع، حبت تميز نفسها، فقامت من حوالي سنة ظهرت بفستان يكشف اكتر مما يسطر في احد المهرجانات، ولما انتقدوها قالت كلمتها الخالده اصل البطانه اترفعت، والكل كان عارف ان الكلام ده مش صحيح اطلاقا وان الفستان وضعه الطبيعي كده، والدليل انها خلت بنتها تلبس نفس الفستان بعد كده في احد المهرجانات وتباهت بيه هي وبنتها، هو البطانه برضه كانت مرفوعه. ويظهر ان رانيا لسه ما اكتفتش، فعملت حوار مع المذيع العراقي نزار الفارس، تجاوزت فيها على الدين والادب، ومن ساعه ما نزل نزار الفارس البرومو بتاع اللقاء انقلبت الدنيا، مؤخرات وحجاب وازدراء أديان وطعن بثوابت. سؤال وقح من المذيع عن المؤخرة ترد عليه هي عادي وتقول له مؤخرتي مميزة، وتزيد على كده في رواية تانية والكلام ما زال عن المؤخرات وتقول أما بنعمة
ربك فحدث. في جريمة اسمها ازدراء الإسلام يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح، ولكن إنه زمن غنية يوسف، زمن اللا محاسبة. ولما المذيع سألها عن موضوع الحجاب قالت له يا ساتر يا رب، إحنا من إمتى كنا محجبين؟ ودليلها الغبي على النظرية دي إنه مفيش ستات محجبات في حفلات أم كلثوم، ده على أساس إن اللي بيحضروا حفلات أم كلثوم بيمثلوا شرايح الشعب المصري كله. والله يا ريتك يا ست غنية تتحلي بأخلاق وحشمة وثقافة وأدب الستات اللي كانوا بيحضروا حفلات أم كلثوم، ستات وهوانم زمان المتعلمات المثقفات. لا وكمان بتقول إن الحجاب ده دخل علينا في الثمانينات، في الثمانينات يا غنية، ده على أساس إن المصريين كالوا على ديانة كونفرشيوس من 1400 سنة يعني. يا غنية ده حتى السيدات الراهبات اللي بيخدموا في الكنائس بيبقوا محجبات ومحتشمات. وبعدين نروح بعيد ليه؟ أنت بتقولي دخل علينا الحجاب في الثمانينات ومستنكرة ده، طب أدي ستات مصر بالحجاب أيام ثورة 19. وعلى فكرة يا غنية ثورة 19 كانت سنة 1919، هي بتاعت الثمانينات، بس أنت فين وستات مصر الجدعان أيام ثورة 19 فين؟ ما تحاوليش يا غنية إنك تدي قناعاتك صبغة القانون واللزومية، لا يا غنية، قناعاتك هي الشذوذ على القانون وتصرفاتك هي اللي مش لازمة. ونيجي بقى هنا لخلاصة الكلام يا سادة يا كرام، بعد الكلام عن المؤخرات فإحنا في مصر لازم نعترف، أيوه نعترف إننا فقدنا القوة الناعمة اللي كانت مصر بتتمتع بيها زمان، أخدت القوة البارزة مكانها، وما أظنش إني محتاج أفسر معنى القوة البارزة إيه، والسبب هو غنية وأمثالها من المحسوبين على الفن، من أصحاب المنطق الأعوج والتصرفات المشينة. يا حكومة يا برلمان، قوة مصر الناعمة مش بس ضاعت، لأ دي اتحولت لقوة مضادة لمصر. غنية وأمثالها من المحسوبين على الفن والإعلام زي إيناس الدريدي وريهام سعيد وإبراهيم عيسى وسامة المصري وغيرهم، وللأسف القائمة تطول وتطول، دول بقوا مصدر ضعف لمصر وخاصرة رخوة أدت لتشويه مصر في محيطها العربي والإسلامي، حطت من قدرها وبالتالي حطت من ثقلها ونفوذها السياسي. علشان كده مش مستغرب إنه ما بين الوقت والتاني بنشهد حملة تنمر على المصريين هنا أو هناك، المصريين بتتم معايرتهم بتصرفات وتصريحات المحسوبين على الفن والإعلام المصري، وبعض إخواتنا العرب ولا ألومهم على ذلك بصراحة بقى عندهم شبه يقين إنه ما يصرح به أو يفعله هذا الفنان أو تلك الفنانة يمثل الشعب المصري والثقافة المصرية، وده طبعا مش صحيح، والسبب هو عدم محاسبتهم على أفعالهم، لازم يتحاسبوا لأنهم أصبحوا مصدر ضعف ثقافي وإعلام البلدنا في الوقت اللي إعلام قطر بيتلاعب بالساحة المصرية والعربية على مزاجه. طبعا ما هو احنا بقينا إعلام فن ومؤخرات اتسببت بتأخرنا عن التأثير الإعلامي، علشان كده ما تستغربوش إن إعلام قطر واكل الجو منكم. أيوه أنا بقولها بصراحة، وعلشان كده برضو بقول لمعشر الفنانين والإعلاميين من أصحاب الآراء الفكرية والتصرفات الشاذة عن قيمنا وثقافتنا، بقول لهم إذا بوليتم فاستتروا، أنتم غير مؤهلين أصلا ثقافيا علشان تكونوا أوصياء علينا أساسا، وبالتالي ما يحقلكمش أبدا إن أنتم تكلموا أو تنظروا بالإنابة عننا وعن مجتمعنا، وإياكم الإدعاء بأنكم بتنتموا للمجتمع المصري. طبعا أنا بخاطب أصحاب التصرفات والأفكار الشاذة، والنقطة دي أنا بخص بيها غنية يوسف تحديدا، وبقول لها لست مؤهلة علشان تنظري في موضوع الحجاب، ده غير إنه تصريحاتك عن المؤخرات واللبس الغير محتشم على إنه عادي، يا ريت تحتفظي بالآراء دي لنفسك. أما عن استعمالك آية قرآنية في موضوع الدفاع عن تصرف مشين عملتيه، فده بيثبت إنك ما عندكش مانع إنك تعملي أي حاجة علشان تركبي الترند وتتشهري، لأنك بتعشقي الشهرة السلبية، حتى ولو على حساب الشعب المصري وسمعته، حتى لو على حساب البلد ذات نفسها، وبالتالي هيكتر عليك الطلب في المسلسلات والبرامج وتكسبي فلوس أكتر. أنت تكسبي فلوس في مقابل خسارة الشعب المصري لسمعته، يخرب بيت أم المعادلة الحقيرة دي. في النهاية أتمنى من المحامين أو أي حد عنده القدرة إنه يوقف الناس دي عند حدها إنه يتصرف. يا حكومة يا برلمان، الناس دي لازم تعرف إنه في حدود لازم تقف عندها، مصر بتخسر من نفوذها واحترامها ما بين العرب والعالم بسبب الأشكال دي، والخسارة دي بتضر الأمن القومي والسياسي المصري لأنها بتحط من قدر مصر عند باقي الدول، فكل حاجة بقت مرتبطة بالسياسة. وعلشان كده في البداية كلمتكم عن إزاي مصر كان لها نفوذ من خلال القوة الناعمة زمان، وكمان أتمنى مقاطعة غنية يوسف وأمثالها. يا مصريين وصلوا رسالتكم للمنتجين وللمعلنين وقولوا لهم إنكم مش هتشتروا أي منتجات أي شركة بتعلن عن مسلسل بيمثل فيه أمثال غنية، بدل ما ترفعوها ترند وتشهروها أكتر نزلوها هي وأمثالها وانبذوهم. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.